ميدالية ذهبية يعني كانت كأول وقت أول وحدة غادي ناخد نحصل على ذهبي ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية للشباب، يعني أول مرة في تاريخ المغرب وفي رياضة التايكواندو. يعني كنت فرحانة بزاف بهذا التتويج، وزاد كمات فرحة اليوم أنني ديت أحسن رياضية من طرف الإذاعة الوطنية. كنشكر بزاف الصحافة الوطنية كاملين اللي فوطاو عليا. إن شاء الله من بعد هذه غتزيدني واحد الحافز كبير بزاف باش إن شاء الله في 2019 نحصل على شي ميدالية في بطولات العالم، وبعدها في 2020 إن شاء الله شي ميدالية أولمبية أخرى إن شاء الله. التتويج كان واحد العمل بعد قبل من التتويج، واحد العمل اللي كان يعني من 2015، كانت واحد البرنامج مسطر من 2015 حتى 2020، والحمد لله أننا حققنا البرنامج كله. فعلا ما كناش ناويين ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، ولكن كان عندنا في البرنامج أننا غادي تكون ميدالية. فاطمة الزهراء أبو فارس يعني واحد البطالة اللي خاصها غير الدعم فقط، وخاصها التشجيع، وخاصها يعني شي حاجة قليلة. وإن شاء الله مستقبلا كاين برنامج كجمعية مسطرين برنامج مع فاطمة الزهراء، ولكن البرنامج الأكيد اللي هو مهم بزاف هو اللي مسطره الجامعة الملكية مع برئاسة السي فيليب بويدو المدير التقني. ريتما إن شاء الله تبرم الإصابة ديالها، وغادي نبداو إن شاء الله، وعندنا أمل أن نحققوا شي ميدالية إن شاء الله في 2020 في طوكيو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.